الآن مقبل عليكم عيد الميلاد المجيد، صح ولا لا؟ يا بتجي الهوجة، نقول المسيحي كل سنة وأنت طيب ولا لا؟ هل يجوز تهنئة المسيحي ولا لا؟ الضجة اللي كل سنة يعملوها لنا، الأزهر يقول يجوز، دار الإفتاء المصرية يقول يجوز، بعض إخواننا لا يجوز. يا أستاذ الأزهر يقول لك أزهر مين؟ هذا من الولاء والبراء. طيب خذوا الكلمة هذه أودعوها إن لم تعجبكم. غالب فقهائنا نصوا على تحريم التهنئة، تمام؟ أقول ثاني، غالب فقهائنا المتقدمين قالوا بتنصوا على تحريم تهنئة أهل الكتاب في أعيادهم الدينية، صح. وكلام فقهائنا في زمانهم صح، ما كانوا متشددين. اللي يقول عليهم متشددين ما يفهم. لكن اليوم الفتوى هذه يجب تغييرها. لما؟ لأن فقهائنا عندما منعوا التهنئة لم يمنعوها بناء على نص في منع التهنئة، وإنما بنوها على أن التهنئة في ثقافتهم في عرفهم العرف العادة تساوي الإقرار على المعتقد. كان زمان في تلك العصور لما تقول لواحد كل سنة وانت طيب على دينك يعني أنت تقره على عقيدته، طبعا هذا لا يجوز. ولهذا زمان أيضا لم تكن الكنيسة تهنئ المسلمين في عيد المولد النبوي الشريف ولا في رمضان ولا في العيدين، لم يكن هذا يحصل. في زماننا العرف تغير، هنا أصبحت التهنئة لا تساوي الإقرار على المعتقد. هل التهنئة الآن تساوي الإقرار على المعتقد؟ لا، التهنئة اليوم تساوي البر، التهنئة اليوم تساوي حسن العشرة، التهنئة اليوم تساوي الجوار، المحبة، المودة، الأخوة، القدرة على التعايش، هذا معنى التهنئة. ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا النص. إذن عندما كان العرف السائد أن التهنئة تساوي الإقرار كانت التهنئة إيش؟ حرام. هنا العلة أن التهنئة تساوي الإقرار، وعندما أصبحت التهنئة لا تساوي الإقرار ولكنها تساوي ماذا؟ البر والقسط وحسن التعايش وحسن الجوار، أصبحت مستحبة التهنئة في عصرنا هذا. شوف، من حرام لمستحب ممكن، كيف ممكن؟ ممكن لأن العلة تغيرت والحكم يدور مع العلة حيث دارت وجودا وعدما. أهو هذا نوع من التجديد في التراث، هذا نوع من التعامل في تنقية العقول التي تتعامل مع التراث. أما النصوص من يلعب أو يعبث بالنصوص؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. بالنسبة أخي الغالي الأستاذ عفيفي، بالنسبة لهذا المقطع في 2:49 للكذوب الجهلول المسمى بالجفري، قد امتلأ هذا المقطع بالأباطيل وقد امتلأ هذا المقطع بالكذب. ما يجب تحريره أولا أن الجفري إنما هو من الكذابين، بل هو كذاب أشر، هذا ما يجب تحريره أولا. ولا كرامة نقول هذا الكلام، يعني ولا كرامة ولا تأخذنا في الله لومة لائم في بيان ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول عند مسلم في صحيحه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله قبل ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الأمر الثاني الذي يجب تحريره أن الجفري ليس من أهل العلم ولا قلامة ظفر أهل العلم، إنما هو ممن شيخهم الإعلام وانتشروا بين الجهال وتلقفهم الشيوعيون والعلمانيون والليبراليون وشرقوا بكلامهم. بل إن الجفري نفسه في لقاء مع فلوباتير، اكتب الجفري والقس فلوباتير، كان في برنامج مع مقدم مصر اسمه خير رمضان، وأخذ ينافق هذا القسيس: أنتم إخواننا، إخواننا في الوطن، إخواننا في كذا. فقال له القس فلوباتير، احفظوا هذا واكتبوا في اليوتيوب موجود،
قال له أنتم عندنا كفار، يعني المسلمين عند النصارى كفار، ريح نفسك يعني لا تتعب نفسك. فهذا ما يجب تحريره في البداية. الأمر الثاني أيها الكرام الفضلاء بالنسبة لهذا الكذب الأخرق الذي قال به الجفري في هذه الأمور، لم يستطع هنا أن يكذب على أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمة الله على الجميع فيقول أنهم أباحوا الاحتفال بالكريسماس، ما استطاع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخاف ما أخاف عليكم، وجاء في بعض الآثار اللي هو منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان مثل الجفري هذا، هذا من المنافقين، وما حد يزعق كده ويطلع لقرون كده ويقول لك أوه تتهمون الناس. لا يا حبيبي ما نتهم الناس. قال عليه الصلاة والسلام آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وكلها في الجفري موجودة، وأعظمها إذا حدث كذب. طيب، فهو ما استطاع هو أن يأتي ويقول إن في أحد من السلف أباح الاحتفال بأعياد الكفار، لكن لأنه منافق عليم اللسان ماذا قال؟ ادعى من عندياته ومن بنيات طريقه ومن خزعبلات نفسه وخزعبلات نفسه، فقال إنهم لم يمنعوها بناء على النص، وهذا أكبر كذاب. وأنا الآن أسوق لكم النصوص التي تحرم الاحتفال بأعياد الكفار عموما وبالكريسمس إلى غير ذلك. طيب، نأتي الآن للأدلة. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال ابن عباس ترجمان القرآن عبد الله بن عباس: الزور أعياد المشركين. وهذا صحابي جليل، هذا صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والنسائي: قادم النبي المدينة فوجدهم يحتفلون في يومين، يعني يومين منفصلين، عندهم عيدان، يعني يوم النيروز ويوم المهرجان. فقال إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا، إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. إذن هذا تخصيص، إن ما في عيد بعد الفطر والأضحى. تقول لي عيد الأم، الفالنتاين، عيد الحب، عيد الشجرة، عيد شم النسيم، شم البرسيم إلى غير ذلك، قال هذا الكلام كله كلام باطل. طيب، الآن انظر على النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أن ينقي الصحابة من أن حتى أنهم يجتنبوا أعياد الكفار. رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند أبي داود، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا. بوانا دي منطقة خارج المدينة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك عليه الصلاة والسلام. انظر النبي عليه الصلاة والسلام يأمر هذا الصحابي أن يجتنب الزمان والمكان الذي فيه أعياد الكفار. طيب، رابعا، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن هنرد الآن على الكذاب هذا اللي يقول لك إن كانت العلة هي الإقرار على أعيادهم وقد انتفت العلة. مين قال لك انتفت العلة يا كذاب؟ نصدقك أنت ولا نصدق ربنا تبارك وتعالى؟ انظر ربنا ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أهل العلم يقولون مولاة الكفار تقع بين أمرين: يا حرام يا كفر. والاحتفال بالأعياد من أعظم الموالاة. أضرب لك دليل:
انتم الان يا اهل السودان، انتم الان لو في انت زول مزعلك وعنده عرس بتروح له؟ ما بتروح له. لماذا؟ لان ذهابك اليه في العرس معناه انك تواليه، معناه انك انت تحبه. فلما تحتفل معهم باعيادهم هذا من اكبر واعظم مظاهر الموالاه. فمن شاركهم في هذه الاعياد الباطله انما يظهر لهم المحبه ويظهر لهم الرضا في ذلك. بل يقول احد السلف، يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: لا تدخلوا عليهم في اعيادهم وكنائسهم فان السخطه، السخط من الله ينزل عليهم تبارك وتعالى. وترى هذا رايح يقول له هابي كريسمس هابي نيو يير الى غير ذلك. طيب، خامسا، هذا الشرع العظيم امرنا بمخالفتهم في الجمله. Totally to refuse them. قال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود: من تشبه بقوم فهو منهم. يعني من تشبه بهم في خصائصهم. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. النيروز والمهرجان دي اعياد موجوده عند الكرد، موجوده عند الفرس الى غير ذلك. النيروز بيكون في اول السنه الشمسيه في اول الربيع. سبحان الله، هذا هو كلام اهل العلم. الامر السادس اللي هو اقر به الجفر الكذاب، ان العلماء كلهم مجمعون على حرمه اعياد الكفار. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم، سواء كان مالكي كما نقله ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل، أو حنابلة كما نقله المغني ابن قدامة في المغني، أو كانوا شافعية كما نقله الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، أو حنفية كما نقله ابن عابدين في حاشيته. كل هذه الأشياء منهي عنه. طيب، ما علينا؟ أولا، يحرم عليك الذهاب إلى أماكن احتفالهم لما ذكرنا آنفا، كما قال ابن حبيب المالكي: سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب ويركب النصارى فيها إلى أعيادهم، فكره ذلك وحرمه مخافة أن تنزل السخطة عليهم. الأمر الثاني، لا يجوز لك أن تهنئهم أبدا. يا اخي يعني انت وين عقلك؟ يعني احنا نكلم الشيوعي والليبرالي وقحط والجماعه، انت وين عقلك؟ وير از يور مينتاليتي؟ اين عقلك انت؟ انت اذا كنت مسلم حقيقي يعني تهنيهم بماذا؟ بالاله ولا بابن الاله؟ تراينيتي، الاب الابن الروح القدس، تهنيهم بماذا؟ اما قرات الى سوره مريم والله تبارك وتعالى يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شيء عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عابدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم أتيه يوم القيامة فردا. ثم ختمت السورة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فلا يهنئون لا في هابي نيو يير ولا في هابي نيو كريسمس ولا في شيء. يا رجل، يا من تحب النبي عليه الصلاه والسلام، دخل رجل على رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال: عم صباحا يا محمد، يعني صباح الخير، يعني بونجور، يعني جود مورنينج، يعني جوتن تاج. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: ابدلنا الله تحيه خيرا منها، السلام عليكم ورحمه الله. ربنا قال: ابدلنا تحيه خير منها، ليش تقول لي هابي نيو صباح الخير؟ هذا اذا كان في هذه التهنئه، تروح تقول لها هابي نيو كريسمس. الامر الاخر، اصلا حتى هذا العيد هو عند النصارى شجره ما تسمى باللي هي كريسمس تري، شجره الميلاد، اصلا هي عندهم عقيده وثنيه، اصلها من الالمان، وباباهم نويل ايضا عقيده وثنيه، هم اصلا ما يعترفون بها. هم ما يعترفون، تيجي انت يا مسلم جزاك الله خير تروح تعترف بها؟ يعني سبحان الله، يعني أي انحطاط هذا، وأي تبعية هذه؟
وأي بعد عن دين الله عز وجل، شيء عجيب سبحان الله. فالتهنئة بشعائر الكفر حرام باتفاق العلماء كلهم، أن يهنئهم في صومهم أو أن يهنئهم في عيدهم. إذا قالوا عيد مبارك عليك أو هنيئا لك العيد، كل هذا حرام ولا يجوز. وأشد مقتا ما يفعله بعض المسلمين يقعد يسكر معهم والعياذ بالله. أيضا يحرم تبادل الهدايا، وهذا كله قال ابن القاسم المالكي، وقاله أبو حنيفة: ومن أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم العيد فقد كفر. وقال ابن حجر في فتح الباري: وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى. الأمر ما هو سهل. رابعا: شراء الألبسة الجديدة للأطفال، أيضا يحرم ذلك. يحرم أن تشتري لهم، لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد الشموع والنيران، ولا أن يكون يوم عطل أصلا. خامسا: صنع الحلوى وبيعها كما ترون، أيضا هذا يحرم ولا يجوز. ليه؟ القاعدة تقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من أكبر الإثم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. طيب تقول: أنا ما حسوي ولا حاجة، لكن أنا عندي محلات يا أخي ببيع ساوندات، ببيع كراسي، وجاء زور نصراني قال لا يا أخي ديني، هل يحل لي إن أنا أبيعه؟ نقول له: لا، لا يحل لك أن تبيعه إذا كان من مصلحة عيده، لا لحما ولا أدما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من عيدهم، لأن في ذلك تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم. بل يقول أكثر من ذلك، يقول: ينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك يا أهل السودان يا مالكية. سابعا: التشبه بباباهم نويل، وهذا من أعظم المظاهر الكفرية، من أعظم المظاهر الكفرية، لأن هذا القديس نويل هو، والعياذ بالله، هو نسأل الله السلامة والعافية، هو الذي كانوا يعلمونه أن محمد سرق كتبكم، وبابا نويل هو الذي أتى لكم بها. هذه كلها أدلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ترث على كذب هذا الكذوب هذا الجفري. وقوله: والعرف في زماننا تغير، نقول له كذاب. احنا الان ما بنتكلم في العرف، احنا العرف دي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. العرف هذا لما يكون ما عندي نص، انا جمعت لكم نصوص كلها ذكرتها لكم، فهنا لا قيمة للعرف، لان عندنا نص يحرم. متى نأتي نحكم بالعرف؟ لما ما يكون عندي نص، لا من القرآن ولا من السنة، احكم هنا العرف. لكن عندي نصوص واضحة الدلالة في القرآن والسنة، فهنا لا مكان للعرف حتى تعرف انه جهلول وانه كذاب. وبعدين يسأل الناس يقول لهم: صح العرف تغير؟ صح ان ما في حصل، ما في ان احنا ما نقرهم؟ تسأل مين؟ الله يقول: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قاعد يسأل لي في اطفال في المقطع، ويسأل لي في ناس اجهل منه. طيب ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال: والتهنئة تعني البر والعشرة والجوار والمحبة والمودة. ونحن قلنا ونقلنا لكم كلام أهل العلم في المنع عن ذلك، والنبي لما دخل قال له صباح الخير، قال له: أبدل الله تحيتنا خيرا منها. ثم أراد أن يدلس على الناس، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وخلط هنا بين البر والحب. البر لما يأتيك نصراني يشتغل عندك إنك تدي له فلوسه، لكن لا تحبهم. قال الله عز وجل آخر سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذا الجاهل ما هو قادر يفرق ما بين الحب وما بين البر. نعم نصراني يشتغل عندي، ما أبخس حقه، أبره في حقه، لكني لا أحبه.
لو دخل اللبن في الضرع ومر البعير من خرم الإبرة ما أحبه أبدا، لأن ربنا هو الذي نهاني عن ذلك. كيف أحبه وربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم لك من الله من ولي ونصير، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. كيف أحب هؤلاء؟ كيف تحب الذين سواء كان النصارى الذين يكرهون المسلمين أو اليهود الذين سموا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك يكذب مسوي نفسه أصولي يقول لك ممكن من حرام لمستحب إذا العلة تغيرت والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نقول إن ما في علة، هنا ما في علة، هنا في أمر من الله عز وجل بالنهي عن هذا الأمر، والعلة هنا علة تعبدية. ومن قال لك إن العلة تغيرت؟ هل إحنا الآن بنحب النصارى؟ هم لا يحبون ولا إحنا بنحبهم، بل إن النصارى كفار في نار جهنم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح وابن مريم، إلا أنك أنت يا جفري ومن يمشي على شاكلة من الشيعيين والملحدين إلا أنكم تلغوا القرآن، هذا شيء ثاني، هذه مسألة أخرى. خلاصة هذا ما حتى نرد عليه أستاذ عفيفي، لتعرف أن هذا الكلام الذي قاله الجفري كلام باطل جملة وتفصيلا، ولا ينم إلا عن جاهل جهلول ما عنده أثارة من العلم. وصدق النبي لما قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله لنا ولكم الستر والسلامة والعافية والصلاح والرشاد، ونسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يدفع عنا الأذى والبلاء بركنه، صلى الله عليه وحمده وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحرير صوتين في غرة جماد الأولى لعام 41 و 42 للنبي عليه